الكرة الطائرة في النادي الأهلي، أنا بحب الأول أطمن الجمهور وأطمن مجلس إدارة النادي وأطمن كل الناس. فريق ما شاء الله قوامه كويس، كان فيه 7 في المنتخب والمفروض إن كان يبقى معاهم عبد الحليم عبو وكابتن محمد عبد المنعم ومحمد عصام معوض، يعني يبقى قوامه 10 موجودين في المنتخب. احنا ربنا اكرمنا السنه دي بموافقه مجلس اداره كابتن محمود الخطيب ان هو يدعمنا بلاعب محترف. اللاعب ده حضرتك بس يعني بمنتهى الامانه يعتبر افضل لعيب دخل مصر. يعني انا طبعا ليا خبره كبيره في موضوع الكره الطايره واللعيبه، ده لعيب بروفيشنال جدا، لعيب في منتخب كندا ما شاء الله، يعني احنا بنتمنى له التوفيق معانا، وهو على فكرة يعني انسجم معانا جدا 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 في خلال 10 أيام. بالنسبة لحضرتك الفريق، احنا عندنا السنة دي حضرتك الدوري والكاس زي ما السادة الأفاضل الجمهور والمشاهدين عارفين، عندنا حضرتك بطولة عربية هتقام في مصر. احنا طبعا ما خدناش لسه موافقات عشان الناس ما تفهمش، بس بإذن الله احنا منتويين ان احنا نقدم لمجلس الإدارة بالموافقة فيها. وعندنا بطولة أفريقيا، احنا حاملين اللقب 3 سنين، ان هي بإذن الله تبقى السنة الرابعة التوالية. يعني طبعا في حاجة استحدثت، ان هم الاتحاد المصري لكرة الطائرة كان بعت لنا بعد الدوري حضرتك اعتبارا من 8/11 هيبقى 12 فريق، هتلعب دوري من دورين، يعني هنلعب 11 مباراة في الراوند الاول و11 مباراة في الراوند الثاني، كده هتبقى انت بطل الدوري. بعد ما هنخلص عايزين ياخدوا اول اربع فرق هيعملوا بطولة السوبر، ودي تعتبر بطولة مستجدة في الاتحاد المصري. واحنا طبعا يعني دول 5 بطولات، مجهود شاق جدا على اللعيبه، وخاصه اللعيبه عندها حضرتك من 3/12 راح المنتخب علشان تصفيات الاولمبياد طوكيو 2020. فالسنه مكتظه جدا اللعيبه، الله يكون في عونها. اللعيبه من السنه اللي فاتت جت خدت اسبوع راحه ودخلت على المنتخب، لعبت امم افريقيه ولعبت حضرتك تصفيات دوري عالمي وبعدين راحوا كاس العالم اللي حضرتك شفته. فيعني الموضوع صعب جدا ومستمرين، يعتبر من افضل النتائج اللي حصلت على مستوى كاس العالم اللي بدا سنه 65. تمام، هي البطوله دي ناس طبعا عشان انت كسبت ماتشين كانت متوقعه مزيد مزيد مزيد، لكن انت تعتبر افضل نتائج. لو حضرتك بصيت في الملعب هتجد 5 من النادي الاهلي بيلعبوا. فيعني عشان ما نقللش برضو من الاتحاد ولا نقلل من المنتخب ولا نقلل بتاع، دول احسن 12 فريق موجودين على مستوى العالم. يعني حضرتك بتتكلم في نخبه من ابطال قارات للمنظم بتاع البلد، كل الكلام ده في نخبه. انت عندك 7 لاعبين، 5 منهم بيلعبوا في الملعب. المجموعه كلها بقياده رئيس الجهاز كابتن محمد مصلحي، تمام، ومعايا كمدير اداري، تمام، للفريق، احنا كلنا حضرتك شخص واحد، نيه صافيه تماما، ما عندناش اي حاجه ان احنا نقدر نقول لا قدر الله في مشاكل، في مش عارف، لا خالص. ناس كلها كتله واحده بنتحرك في حاجه واحده، هدف محطوط برواز ان هم عايزين يحققوا كل البط. هو ده اللي حضرتك السمة او اليافطه او البرواز اللي احنا بنتحرك فيه، اسم النادي الاهلي، تمام، واللعيبه عايزه تحقق. فتحقق النجاح هتحققه ازاي؟ هنا بالعرق بالجهد بالمجهود.